حذرت منظمة الصحة العالمية من الاستخدام المستمر وطويل الأمد لبدائل السكر، مؤكدة بأنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة. وأوضحت المنظمة أيضا بأن المراجعة المنهجية للأدلة المتاحة أشارت إلى أن استخدام مواد التحلية الصناعية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل دهون الجسم أو تقليل مخاطر الإصابة غير المعدية. وللحديث ذلك يسرنا أن تكون معنا، تنضم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئي، البروفيسور دلال الرميحي، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى عوالي. إذا نرحب بك في نشرة الثالثة بروفيسور دلال. لو نتحدث عن صحة هذا التحذير المتداول حول مخاطر استخدام بدائل السكر لفترة طويلة. مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافة. فعلا هذه صدر بناء على نشرة من منظمة الصحة الدولية، طلع تحديدا قبل يومين، بتوجيهات وإرشادات لأفراد المجتمع وللعاملين في القطاع الصحي حول استخدام البدائل الغير سكرية. نلاحظ احنا احيانا بعض القراءات او بعض الدراسات تحذر من هذه المكونات، ولكن في الطب لما نحدث إرشادات وعلى مستوى دولي بهالحجم لازم يكون مبني على المستندات والوثائق الطبية والبحوث الكبيرة. ففعلا مؤخرا كان في دراسة شاملة نظرت إلى عدد من الدراسات اللي تشوف تبعات أو مساوئ استخدام البدائل الغير سكرية على الصحة، ولقوا أن هي على المدى القصير تخفف في إنقاص الوزن، ولكن على المدى البعيد ممكن تزيد الوزن بالعكس، ممكن تسبب داء السكري وبالتالي أمراض مزمنة وحتى لا قدر الله الوفاة على المدى البعيد. فلذلك وجب التحذير على أساس الأشخاص يهتمون باختيار بدائل أفضل. نعم دكتورة دلال، إذن ما هي الطرق البديلة لاستخدام السكر التي ينصح بها ولا تضر بالصحة؟ طبعا حتى منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها ما قالت أن البديل للمحليات الغير سكرية هو السكر الأبيض أو السكر المكرر، كذلك ما ننصح بأخذه بكميات كبيرة. الأساس هو الاعتدال بكل شيء، يعني لو الواحد يستطيع أن يحلي بعض الأكلات بمنتجات طبيعية مثلا التمر أو العسل أفضل من السكر أو بدائل السكر، ولكن باعتدال وبما يناسب احتياجات الشخص اليومية من هذه السعرات الحرارية، بما يناسب حالته الصحية ووزنه. ومهم نتذكر أن إحنا حتى لما نربي أجيال ما نربيهم على التعود على الطعم السكري الحالي في المنتجات، يعني لو كان الطفل يرغب أكثر في حبة فاكهة أو ثمرة أفضل له من أنه يكون متعود أنه يدور هذه المذاق السكري، لأنها في النهاية ممكن تجيب لنا مشاكل صحية أخرى. إذن البروفيسور دلال الرميحي، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى عوالي، شكرا جزيلا لك.